نرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. وقبل ما نروح للكابتن حلمي هنروح لمراسلنا شريف شعبان في ملعب استاد القاهرة نتعرف منه على اللي قاله مستر فايلر في المؤتمر الصحفي. اتفضل شريف. تحية مجددة كابتن أيمن ولضيوفك ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. وطبعا زي ما عودتنا الكورة، الكورة مكسب وخسارة، محدش بيفوز على طول ومحدش بيخسر على طول، هي دي الكورة. وبإذن الله قادم يكون أفضل وأحلى للنادي الأهلي. يمكن فايلر في المؤتمر الصحفي لخص كلامه كله في عدة نقاط. يمكن بدأ إن هم محبطين أو محبط بخسارة القمة، قال لك لعبنا كويس ولكن بعد ما جابوا جون والزمالك بعد التقدم جالنا فرص وضيعناها. اتكلم على فرص اللي الأهلي ضيعها النهاردة كتير جدا وما كانش يوم النادي الأهلي كتير. وطبعا عن الإحباط اللي حصل له بعد الماتش، طبعا هو حزين من الهزيمه وقال لك احنا لازم نحضر للماتش الجاي. الكوره مكسب وخساره مش مشاكل خالص، لازم احضر للماتش الجاي. قال لك غيرت جونيور اجاييل، بيقول لك ما عملش شو جيد عشان كده انا غيرت اجاييل. لبست ابيض النهارده، اتسال ليه لبست ابيض النهارده، لعبت على العامل النفسي لفريق الزمالك. قال لك لا خالص، مش على العامل النفسي خالص، دي كانت صدفه وانا ما بلعبش على العامل النفسي، الكوره في الملعب وما فيش حاجه اسمها عوامل نفسيه، القصه كلها كانت في الملعب. استمرار تراجع اداء النادي الاهلي اتسال فيه ايضا فايلر، قال لك مش قلقان خالص ومش هيستمر التراجع دوت ومش قلقان وهنستعيد مستوانا بسرعه وما تقلقوش على بطوله افريقيا. اتكلموا برضو معاه الاخوه الصحفيين عن محاسبه هاني وعن ياسر وعن ادائهم. قال لك مش عامل لعيب بالقطعه، اللعيب عامله على مدار فتره كبيره فما اقدرش احاسب لعيب بالقطعه. واتكلم ان هو دارس صحافه وان السوشيال ميديا مش هتاثر خالص على لعيبه النادي الاهلي. وقال لك كمان ان طبيعي لما فرقه تبقى كسبانه لازم تدي للناشئين، لكن هو الوضع معاه كان صعب وما كانش ينفع يدي للناشئين في هذه الفتره. يمكن ده ملخص اللي قاله فايلر النهارده في المؤتمر الصحفي. والراجل متفائل بالمرحله المقبله، وزي ما قلت لك كابتن ايمن ان الكوره مكسب وخساره والقادم باذن الله افضل للنادي الاهلي. وباذن الله النادي الاهلي حسم الدوري او اقترب من حسم الدوري، اهم حاجه باذن الله الفتره القادمه يكون افريقيا. متفائلين الفتره المقبله باذن الله والقادم خير للنادي الاهلي باذن الله. اعود ليك كابتن ايمن. شكرا جزيلا مراسلنا من ملعب